أعلنت الحكومة العراقية عن مشروع ضخم لبناء مترو في بغداد عاصمتنا الحبيبة، ويهدف هذا المشروع إلى تغيير كبير في طريقة تنقلنا في بغداد. تخيلوا معي، مترو حديث وسريع وآمن لكل أهل بغداد. بعد سنوات من التخطيط والتحضير، أصبح هذا الحلم حقيقة. سيساعد المترو على تخفيف الزحمة وتحسين حياتنا في بغداد، وسيصبح رمزاً للتطور والتقدم في بلدنا. إن شاء الله، هذا المشروع هو خطوة مهمة نحو مستقبل مزدهر لبغداد، وسيساعد على تحسين البنية التحتية لجذب الاستثمارات وتسهيل حياتنا اليومية وتعزيز اقتصادنا. يتكون مشروع مترو بغداد من 7 خطوط رئيسية تمتد على طول 140 كيلومتراً، يعني المسافة كبيرة جداً. وستكون هناك 64 محطة موزعة في كل مكان ببغداد لتغطي كل مناطق العاصمة، وستكون القطارات حديثة ومكيفة بالكامل، يعني راحة تامة للمسافرين. وتخيلوا السرعة، 140 كيلومتراً في الساعة، يعني توصل بسرعة وبدون زحمة. وستتميز المحطات بتصاميمها العصرية الجميلة، وستكون مزودة بأحدث التقنيات مثل شاشات عرض إلكترونية ومصاعد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. مترو بغداد سيجلب الكثير من الفوائد لبغداد وأهلها. أولاً، سيخفف الزحمة ويقلل من التلوث. ثانياً، سيوفر وسيلة نقل آمنة وسريعة ومريحة. ثالثاً، سيخلق فرص عمل جديدة في مجالات البناء والتشغيل والصيانة، وهذا يعني اقتصاد أقوى، وسيشجع على الاستثمار في بغداد. باختصار، مترو بغداد سيحسن حياتنا في العاصمة، ويعطينا المزيد من الوقت لنقضيه مع عائلاتنا، وسيجعل بغداد مدينة أجمل للعيش والعمل. الحكومة العراقية تخطط لتوسيع شبكة مترو بغداد في المستقبل، بإضافة خطوط جديدة ومحطات إضافية، والهدف هو تغطية جميع مناطق بغداد وضواحيها، يعني الكل سيستفيد من المترو. ويوجد خطة لربط مترو بغداد بشبكة السكك الحديدية الوطنية ليساعد المواطنين على السفر بين المحافظات بسرعة وراحة أكثر. الحكومة ستعمل على تطوير خدمات مترو بغداد بشكل مستمر، بما في ذلك تحديث القطارات والمحطات وتحسين خدمات الركاب، كل هذا لجعل مترو بغداد من أفضل أنظمة النقل في المنطقة. مشروع مترو بغداد هو خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل للعراق. سيساعد المشروع في بناء اقتصاد قوي وتحسين حياة كل العراقيين، وسيصبح مترو بغداد رمزاً للتقدم والتطور في بلدنا، وسيعزز مكانة بغداد كمدينة حديثة ومزدهرة، وسيشجع على الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. مترو بغداد هو بناء مستقبل واعد لأجيالنا القادمة.